البيت. انا شخصيا ما اعرفش اللي احنا هنشوفه شكله ايه بالظبط، وهنذيعه زي ما صورناه بالظبط، فهنكتشفه مع بعض لو احنا جاهزين. يا جماعه لو مش جاهزين قولوا لي. اهو دي عربيه دكتور حسام بدراوي الشخصيه. احنا ما نعرفش حتى الان دكتور حسام يعني قابل وائل فين، وائل خرج منين تحديدا، والوقت اللي كان فيه تضارب حوالين خرج او ما خرجش، وايه اللي بيحصل له دلوقتي، هو كان فين. كل دي معلومات لسه ما هياش متاحه بالنسبه لنا، لكن ده تحت بيت وائل. في احنا مش سامعين الحوار طبعا اللي داير بينهم، مش عارفين. هو ما بينزلش، بيطبطب على ايده دكتور حسام. على ما يبدو ان في عدد كبير من الكاميرات مستنياه. انا بحاول، انا ساكته بس بحاول نسمع، يعني نقدر نسمع الحوار داير حوالين ايه. بس يعني واضح انه وائل شايل في قلبه كتير، والحاله النفسيه السيئه اللي تفاقمت بمجرد دخوله البيت يعني واضحه حتى في البادي لانجوج، في طريقه كلامه واستخدام ايديه. انا يعني وشه هيبان دلوقتي حالا بالتاكيد. يا ترى بيعدد ايه؟ بيعدد اللي جراله؟ دكتور حسام على ما يبدو مش راضي اطلاقا عن اللي بيحكيه. في تأثر شديد على وش الدكتور حسام بدراوي. يلا وائل معايا. يلا وائل هنا. دي أول زغروطة لوائل. دول أهل الحي وجيرانه بالتأكيد. بس هو طلع يجري جري، يعني حتى ما وقفش يسلم على حد من اللي كانوا مستنيينه بفارغ الصبر. هو لابس ايه ده هو. هو احنا ما شفناهوش طالع السلم. كان طالع السلم ده مش هو. هو كان اول واحد جري ودخل البيت وقفل الباب. انا ده البواب. انا يا جماعه في حد يعني من اللي كانوا موجودين من فريق بلدنا بالمصري موجود بيحكي لي يعني لحظه بلحظه ايه اللي بيحصل عشان نقدر نفهم ايه اللي ده. بواب، ده بواب العماره بيحاول. مين اللي دخل؟ يعني ده مش بيت وائل، ده بيت حد من عمامه او من خلانه يعني. طيب لانه بالظبط اللي حصل انه، وده كمان كان من ضمن التضارب في الاقوال اللي حصل، انه اتقال انه وائل هيخرج على ميدان التحرير، فبالتالي كانت النتيجه انه عدد انه اهله خدوا بعضهم ونزلوا على ميدان التحرير يستنوه هناك، فبالتالي ساعه ما خرج ما كانش في حد في البيت مستنيه، فخرج على بيت حد من عمامه او خلانه. انا طيب احنا حالا قال دلوقتي انا خاله. هنسمع حالا هو هيقول ايه، لكن على ما يبدو انه يعني ان وائل يعني جسمانيا سليم حتى الان، مش واضح انه في اي نوع من انواع الاصابات ولا حتى الخدوش، لكن على ما يبدو ان الاصابه الحقيقيه كانت في نفسيه وائل. هل هي الاهانه؟ هل هو الترويع النفسي؟ هل مش مصدق ان هو على وش الدنيا وانه حر طليق بعد الكام يوم دول؟ ايه اللي حصل لوائل؟ ازاي تم اعتقاله ولا اختطافه ولا هنسميه ايه؟ كل دي معلومات لسه ما هياش متاحة بالنسبة لنا. نرجو انه في اقرب وقت وائل يقدر يتماسك ويعرف هو الناس قد ايه مستنياه، وقد ايه هو بالنسبة لهم دلوقتي بقى
رمز وبقى نموذج وبقى بطل، حتى لو ثبت انه ما هواش المؤسس جروب كلنا خالد سعيد ولا هو المسؤول عن كل اللي بيحصل ده في مصر، لكن هو في النهايه بالتاكيد بعد كل اللي جراله هو دلوقتي بقى كمان مسؤول عن اللي جاي. فخلينا نسمع تصريح لاحد اقارب وائل غنيم، ربما يكون ربما هنسمع وائل غنيم شخصيا. طيب تصريح حصري لقناه اون تي في. يلا اتفضل اعمل اول. انا اسف. اتفضل. يلا يا رامي. اولا انا بعزي كل الناس اللي يعني كل الناس المصريين اللي ماتوا، انا بعزيهم. مش قادر اقول انا بعتذر لهم، لان احنا قلنا ان احنا مش عايزين، ما كانش حد فينا بيكسر. احنا كلنا كنا نازلين مظاهرات سلميه وكان شعارنا ما تكسرش. عايز اقول تاني انه ارجوكم ما حدش يعمل مني بطل. انا مش بطل، انا بالعكس، انا واحد كان نايم 12 ساعه بس، 12 يوم. انت الابطال هم اللي نزلوا في الشارع. ارجوكم سلطوا الكاميرا على الناس صح، وعايز اقول الحمد لله بخير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنغير بلدنا. كل الزباله اللي كانت بتحصل في البلد دي لازم تنضف، وكلنا ايد واحده وهننضفها ان شاء الله. ألف حمد لله على سلامتك يا وائل، وربنا يكتر من أمثالك. حتى لو كنت نايم ل 12 يوم دول، الحمد لله إن أنت بخير وتماسك على قد ما تقدر. إحنا معانا على التليفون دكتور حازم غنيم، أخو وائل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، إزي كريم عاملة إيه؟ الحمد لله وألف حمد لله على سلامته، وربنا يا رب يطمنا جميعا عليه. إحنا النهارده رجع لنا بجد والله العظيم بطل المصريين. لو قد إيه شفته هو قال إيه؟ أنتوا مش متخيلين الولد ده إزاي كده، والله أنا أخوه وانا مش عارف اعبر لك حتى عن فرحتي، والله ما عارف اتكلم. بالتاكيد لازم تكون فرحان وفخور وكلنا ردت فينا الروح. بس فعلا انا يعني انا دلوقتي ربنا العالم انا جوايا ايه، الحمد لله رب العالمين.